هذه الوقفه اللي جات على اثر المقتضيات الشرعيه بخصوص التعديل الضريبي قانون الماليه ديال 2023 اللي داروا فيه بان المحامي خاصو يؤدي واحد التسبيق ضريبي عن كل قضيه. هاد التسبيق الضريبي كيتجلى في اداء مبالغ ماليه 300 درهم امام محكمه ابتدائيه، 400 درهم امام محكمه الاستئناف، و500 درهم امام محكمه النقد. هاد التسبيق الضريبي هذا كنرفضوا حنا رفضا مطلقا، لانه يخالف المنطق ويخالف القانون، لانه لا يمكن ان اقوم باداء اي ضريبه لا اعرف الدخل الذي ساجنيه من اتعاب التي ساستحقها وهل ساستحقها فعلا. اعطيك مثال، اذا اديت انا التسبيق الضريبي مثلا مبلغ 300 درهم امام محكمه ابتدائيه، كلفني احد الموكلين بان انوب عنه، لكن اديت هذا التسبيق، وعندما اديت هذا التسبيق هذا الموكل اللي وكلني انا عاود سحب النيابه ديالو كلف زميل اخر. اذا ما الدخل الذي اجنيه انا من هذا التسبيق الضريبي؟ هذا يخالف القانون والمقتضيات الشرعيه. ونحن في هيئه المحامين بالجديده اقول ونقول جميعا اننا لا نرفض اداء الضريبه، بل نطالب بعداله ضريبيه تراعي خصوصيه المهنه، وكذلك نطالب وندافع عن المواطن، لان المواطن هو المتضرر بالنتيجه. حينما تطالبني بالتسبيق او كذلك بالنسبه للضريبه على القيمه المضافه، تم الرفع منها الى مبلغ من 10% الى 20%، اذا هذا يثقل كاهل المواطن. اذا احنا لا نطالب الا بالتراجع عن هذا المقتضى، ولا نتهرب ضريبيا، ونحن مع المواطن، وهي وقفتنا هذه لاجل المواطن بالضروره. اننا بغينا نتواصلوا مع المواطن المغربي، وبغينا نقولوا ان مهنه المحاماه هي مهنه شريفه ورساله انسانيه ورساله نبيله. مهنه المحاماه ليست للتجاره، مهنه المحاماه ليست وسيله، والمحام لن يكون في يوم من الايام وسيله للضرب بجيوب المواطنين المغاربه. والعداله هي من تجليات الله في الارض، تؤتى مجانا، لا يجب ان تفرض عليها رسوم، يجب ان تكون يعني العداله ضريبيه، وان لا يكون المواطن المغربي هو الوسيله ل يعني اداء رسوم او حسابات مكرو اقتصاديه او سياسيه. لهذا نحن اليوم واقفون، والمحامون والزميلات والزملاء جاءوا من كل ربوع المملكه على قلب رجل واحد، ولسان حالهم واحد وموحد يقول ان العداله أسمى وأرقى وأرفع من أي حسابات سياسية أو حسابات اقتصادية تستهدف المواطن المغربي. نحن من أجل المواطن نحن واقفون هنا. المحامون ليسوا ضد أداء الضريبة، نحن نؤديها وسنساهم في تكاليف وأعباء الدولة كما كنا يعني السباقين لذلك، ولكن لا يجب أن تكون العدالة أن تفرض عليها رسوم. هذا الأمر الذي هو يعني دفع بنا أن نقف اليوم، وكما رأيتم أن المحاميات والمحامين جاءوا من كل ربوع المملكة، من شمال المملكة إلى وسطها إلى جنوبها، ونحن على العهد باقون وواثقون، وسنستمر شباب قيادمة ونقباء إلى أن يتحقق العدل، والعدل في كل تجلياته. أما محامو المغرب معنيون للوقوف في اليوم وكذلك في أي وقت يتم الدعوة إلى ذلك من أجل يعني الممانعة والتعبير على الرفض ديالنا لجميع المشاريع القوانين بشكل عام، سواء المسطرة المدنية أو المسطرة الجنائية وحتى مشروع قانون المهنة الذي يضرب في العمق حقوق المواطن أولا قبل أن ننظر إليه من جانب الفئوية. احنا الآن كنعبروا امام البرلمان عند الرفض ديالنا لبعض المقتضيات التي جاءت في القانون المالي لسنه 2023، خاصه فرض الضريبه المسبقه على الملفات، وهذا يعتبر نعتبره ارهاق كاهل المواطنين باعباء ماديه يعني اخرى. هذا ماشي اننا احنا المحامون يتهربون من الضريبه كما الان يشاع او يحاول البعض ان يشيعه في امام العموم، لان المحامين بطبيعه الحال يؤدين جميع التزاماتهم الضريبيه وجميع التزامات التي يعني نطلب منهم ادائها. المحامون في الفترات الصعبه التي عاشها العالم هي مرحله كوفيد،
ساهموا في صندوق تدبير الجائحه. المحامون يمارسون رساله ساميه، وهي رساله المحاماه هي بطبيعه الحال هي رساله حقوقيه، رساله اجتماعيه. كنعبروا في الممارسه المهنيه على اننا قريبون من المواطن، وكذلك من اجل يعني تطبيق السلم القانون. بطبيعه الحال انه كان لزاما ان تكون هذه الممانعات لجميع ما يمس المواطن بالدرجه الاولى، وسوف يعني يقف المحامون الى جانب المواطنين في كل ما يمكن ان يمس من مشاريع قوانين التي يتم يعني حبكتها في يعني صح التعبير في جرح الظلام دون اشراك المعنيين بالامر. المحامون منذ جواز التلقيح وهم يناضلون دفاعا عن مهنة المحاماة. المحامون وجدوا أنفسهم في مرمى مجموعة من السهام التي تستهدفهم اليوم. بعد تلك المعركة جاءت معارك أخرى بفرض مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون مسودة مهنة المحاماة، مشروع الضريبي، مشروع المسطرة الجنائية، مشروع المسطرة المدنية. هذه القوانين جاءت دفعة واحدة. وجد المحامون اليوم أنفسهم بأنهم مستهدفين في تنزيلها دون استحضار المقاربة التشاركية كما جرت العادة، وتحقيق مجموعة من المطالب والتوصيات التي سطروها في مؤتمراتهم لتكون ضمن هذه القوانين. وجدوا المحامون اليوم بأنها مهنة يعني مستهدفة يعني، والمحامون اليوم يناضلون من هذا المنطلق فقط دفاعا وفقط إشراكا لهم في تحضير لهذه القوانين، وأن تكون قوانين عادلة كقوانين ضريبة، أن تراعي العدالة الضريبية فيما يخص المهنة.